مشاهدي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم في حلقه جديده من لاكابسول الرمضانيه ديالكم. كي داير السوق كما كتلاحظوا، حنا الان كنتواجدوا في احد الاسواق المتواجده بمدينه الدار البيضاء باش غادي نقربوكم حول الثمن ديال البيض، واش ارتفع اولا ما ارتفعش اولا بقى الثمن ديالو هو هو بالنسبه للبيض في هذا الشهر الكريم ديال رمضان. فما تمشيو فين غادي نمشيو نشوفوا الاسباب، الا كان ارتفع الاسباب ديال الارتفاع ديالو اولا الا كان خافض علاش بقى في نفس الثمن، وغادي نرجعوا لكم. وكذلك غادي ما نساوش غادي نشوفوا كذلك اقبال الناس على البيض في رمضان. دخول رمضان دخل ارتفع شويه، طبعا ارتفع نفس دابا وصلت ل 90 سنتيم. ولكن شوف اختي، واحد الجمعيه ديال ارباب الضيعات مولي مسبين فيه شويه في هذا اسم ارتفاع، هذا ارتفاع الثمن، مولي كيتحكموا في الثمن في السوق. ماشي انتوما، احنا كنبيعوا 20، ماشي احنا كنبيعوا 20 وناخذوا عندهم ونبيعوا. البلدي وروميكا انواع، خصوصا البلدي حنا دابا زين، جا في فصل الربيع مزيان، دابا صحي مزيان، هو اللي عليه اقبال مزيان، وكنصح الناس باش يستهلكوا البلدي لانه صحي مزيان. البلدي دابا كناخذوا ما بين درهم و70 سنتيم جمله، درهم و70 درهم و75 سنتيم، وكنبيعوا بجوج درهم. العادي كناخذوا دابا بسميتو 85 90، كنبيعوا دابا درهم باش كنبيعوا، وكاين الاقبال مزيانه، حيت البيض صحي مزيان، كاين اقبال على الناس. دونك بالنسبة للزيادة ديال البيض، بالنسبة لي شخصيا أنا أي حاجة كتجيني غالية كنحاول نقص منها، دونك ما كنشريهاش. دونك البيض أون بو لو رومبلاسي بالحليب أوتر شوز اللي كيعطيني نفس الفيتامين. مشاهدينا، بعد ما سولنا على الثمن ديال البيض كما لاحظتوا معنا، بائع ديال البيض اكد على ان الثمن ديالو ارتفع، فقال على ان عليه اقبال كبير من طرف المواطنين المغاربه، وقال على ان غادي يقدر على انه ينخفض الثمن ديالو، وكذلك فهو كيحمل المسؤوليه لبعض الجمعيات اللي هي مختصه بالبيض وما اللي كيرفعوا في الثمن، فهما ديجا البائعين فكيشريوه غالي لهذا السبب، كيزيدوا فيه وكيبيعوه غالي وكيجي المواطن غالي. مشاهدينا، كنكونوا وصلنا لنهايه حلقه اليوم، اكيد غنواصل معكم لا كابسول ديالكم الرمضانية كي داير السوق. السلام عليكم.